مساء الخير عليكم ناسنا وحبابنا وين ما كنتم متتبعي قناة الحياة الجزائرية. نرحب بكم في عدد جديد من برنامج أهدر، هذا البرنامج الشبابي التفاعلي اللي تعودتوا عليه يطلع عليكم كل سهرة أربعاء على قناة الحياة الجزائرية. بداية خلوني نرحب بزميلي في التنشيط عمر بالرقطة. مرحبا بك نجية ومرحبا بكم المشاهدين الكرام اللي عم يتابعوا فينا من داخل الوطن ومن خارج الوطن. إذا كما عودناكم دائما كما قالت الزميلة نجية دائما مواضيع جديدة بنفس جديد، وايضا نحاول دائما من خلال برنامج اهدر ان نصولوا ونجولوا في مختلف المواضيع اللي تهم الشارع الجزائري. اذا موضوعنا لنهار اليوم موضوع ربما يعتبر في غالبيه الاحيان كان يعتبر من الطابوهات، ولكن ان شاء الله نحاولوا ان نغوصوا في هذا الموضوع ونحاولوا يا نجيه ان ولو بالشيء البسيط ان نلفتوا انتباه الشارع الجزائري لهذا الموضوع الحساس. قبل ما نكشفوا على الموضوع واش رايك نجي نروحوا نشوفوا؟ طبعا عمر نروحوا نشوفوا هذا الفيديو اللي من خلاله تكتشفوا موضوعنا لنهار اليوم ونعاودوا نتلاقاو بعده. ولا بنسى رايحين جايين عند السحاري، ما اني والله ما فهمت علاش، لا خاطر الغيب يعرفه غير ربي سبحانه، ماشي ذاك المهراس تاع النحاس. شويه بلون. هذه ماشي تاع الفيسبوك، هذه جام، هذه عرفتها باللي سحروك في الفيسبوك. انا يا دوك ديزاكتيفي لهم الفيسبوك يقولوا يلحقوك شبوعي لي زابوني لي زانفيتاسيون لي كومونتير لي جادور. يا بنتي واش نقول لك، راكي مخده تبعتك التبعه والعين على هذيك تلقاه يدوموندي لك واحد العفايس ما تصيبهم في حتى بلاصه، شوف كيما نقولوا حنا يصعب لك في التمرين. كيف شفتوا معنا اذا مشاهدينا الكرام اليوم راح نتحدثوا عن ظاهره سلبيه انتشرت بزاف في مجتمعنا الجزائري مؤخرا. عمر اليوم راح نحكيوا على السحر والشعوذه. السحر والشعوذه هذا الموضوع الحساس، هذا الموضوع اللي ربما دخل البيوت الجزائريه وكان سبب في التفكك الاسري. كاين ناس يا نجيه وين طلقوا، كاين ناس وين ربما ليله عرسهم سحرهم، يعني امور كثيره امور تحدث في العائلات وفي البيوت الجزائريه. اذا مشاهدينا الافاضل مازلنا نتواصل معكم في برنامج اهدر، ويمكنكم المشاركه والتفاعل معنا في هذا البرنامج عبر ارقامنا الهاتفيه اللي راهي ظاهره اسفل الشاشه او عبر صفحه الفيسبوك. اذا 0561 32 32 35 ليود المشاركه، نحاول ان نستفادوا من خلال تجاربكم اللي مريتوا بها. اذا رانا في انتظار اتصالاتكم على الارقام اللي ظاهره اسفل الشاشه باش نحكيوا اليوم وبيان تحكيوا لنا حكاياتكم مع السحر والشعوذه، ويقولوا لي انه فيه مكالمه. الو يا مساء الخير. يا الو. الو. الو وي مساء الخير. مساء الخير اختي. شكون معنا؟ إيمان من براقي. مرحبا بك إيمان ومرحبا بكامل سكان براقي. من وين براقي اكزاكت الأخت إيمان؟ براقي لاسيتي. حي البركة. حي البركة. حي البركة. نعم تحية ليك وتحية لكل سكان حي البركة. إيمان شحال في عمرك؟ 24 سنة. الله يبارك العمر كله إن شاء الله. إذا موضوعنا لنهار اليوم كما كنت تتابع معنا الآن هو السحر والشعوذة في الجزائر. أسكو مريت أنت بهذه المرحلة واش تعرفي على السحر والسحارين والأعوذ بالله؟ خويا واش نحكي لك، أنا تشهدي المرحلة تاع السحر وداروا لي. نعم كرهاتو داروا لي سحر على حياتي ما ندير والو في حياتي. كيفاش داير هذا السحر اللي خلاك ما ديري والو في حياتك؟ ما داروا لي ما نخرج من الدار ما نخدم شغل ما نتزوج والو. اها دوك راني ريحت راني الحمد لله راني مع الرقية والاخر راني الحمد لله. صح اسمحيلي نسقسيك حاجة إيمان، كيفاش حتى عرفتي باللي راكي مسحورة باللي داروا لك على الشغل باللي داروا لك على الدار ما تقدريش تخرجي من الدار؟ وشنو هما ربما أهم المؤشرات اللي عرفتي باللي راكي مسحورة؟ اسكو رحتي للشوافين قزانين والأعوذ بالله ولا رحتي للرقايين؟ لا ما رحتش للشوافين، أنا شوافين ما نروحش ليهم. كل شيء نتقلق يدك خاطري يلحق العصر الظهر وقت الصلاة. يعني هذو ما أعراض تاع السحر والأعوذ بالله تظهر عليك. نبكي نطيح. ومن بعد كيفاش تأكدتي إيمان أنه راكي مسحورة وأنه هذا ربما مشي اكتئاب ولا هذا فقط سحر؟ من بعد مالية جابوا لي راقي للدار. كيف بدا يلقي لي عطاني الماء نشرب.
اها كملي ايمان. قال لي داروا لك السحر انتيا. ومن بعد كيفاش شفيتي من هذا السحر ولا مازال؟ دوك ريحت اني الحمد لله. الحمد لله، صح هذا الراقي اللي جاكم للدار، هذا راقي كان فاتح بيرو ولا راقي يعني هو يعني فقط يقرا القران ولا كيفاش؟ احكي لنا شويه على صفه هذا الراقي اللي قالك. زعما مشعوذ ولا كما الاخرين زعما يدو دراهم ولا مليح الرقيه تاعو هايله. اها. ويقول لك الشيخ يا ربي. والان ارتحتي شويه ايمان، ريحتي شويه من هذا السحر. ريحت الحمد لله. هاني الحمد لله. ايمان خليني نسقسيك حاجه وكوني صريحه معايا. تكوني صريحه معايا. صح كي مرثي ما بروبوزاولكش باش تروحي لعند الشوافين؟ لا لا ما قالوا ليش. ما قالولكش نحي في الرصاص نحي في البيض نحي؟ لا 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 ما كما يقولوا الناس زمان كانوا يروحوا المقطع خيره سي صح. لا لا الحمد لله بالقران. الحمد لله يا رب العالمين. يعني ما رحتيش للمشعوذين ولا؟ لا 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 ولكن فيها ايمان اللي يقول لك باللي في الجزائر ما كانش سحر كاين شعوذه كاينه منها ولا لا؟ واحد واش يقول لك كاين السحاري فهمت صح. وشنو الفرق بين الشعوذه والسحر يا ايمان؟ الشعوذه نعم خويا انا خفت الصوالح صح. شوفي وشنو الفرق بين السحر والشعوذه؟ السحر سحر واعر. السحر كثر من الشعوذة، واعر بزاف بزاف بزاف. انذعرتي يا ولا واعر دوك السحرة. واعر. عفانا الله وإياك يا إيمان، كنت معنا بالراقي، كلمة أخيرة ربما توجهها لهذ الناس اللي ما يخافوش ربي. أنا وكلت عليهم ربي وفي راني ندعي لهم. وكل عليهم ربي ثلاثة خطرات. نعم. شكرا نعم لك ايمان. اذا كانت معنا هذه ايمان من القصه تاعكم اللي متابعه اليكم. شكرا بارك الله فيك. تحياتنا لك ايمان وتحياتنا لكامل مدينه براقي بالجزائر العاصمه. ما زلنا اقول اذا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في انتظار حكاياتكم عن السحر والشعوذه والناس السحاره. نعم يا نجيه والسحر والسحره. الحقيقه هنا في الجزائر كنت انا ديجا قمت بتحقيق ميداني وانما في الجزائر قالك ما فيش سحر وانما فيه شعوذه على حسب اهل الاختصاص. لماذا؟ لما نقولوا السحر يا نجيه السحر راه يكلف الملايين يعني دراهم كبار باش الواحد يسحر، اما الشعوذه فهي بطريقه بسيطه جدا انه الانسان يشعوذ. كيفاش تقولي لي الشعوذه يا نجيه؟ ربما لست بمحلل مشاهدينا الكرام ولكن نحاولوا ان نحكيو من خلال التجارب من خلال احتكاكنا مع الطرف الاخر من خلال حياتنا اليوميه والحياه الاجتماعيه اللي نمارسوها يا نجيه. يقول لك شعوذه مثلا الان حبيت نوسوسك انا باش يعني يعني لانه العامل النفسي يلعب دور هنا. ها طبعا مثلا اعوذ بالله نجيك انا مع الصباح واش ندير لك؟ نحكم التراب والاعوذ بالله تراب احمر عادي. هذا هي شعوذه. ندير لك عند الباب بار اكزومبل. ونزيد نعرفك شي واحد فاميلتك ولا في الدار يزيد يرمي لك بار اكزومبل فوق البنك ديالك. ولو انه رفدناه من برا من الجرده. رفدناه من الجرده ما درنا له والو. صح اوتوماتيكمون تتوسوسي هذا التراب واش جابوا عند الباب وجابوا داخل الدار. صح ولا لا؟ طبعا صح. نزيد ندير لكم حاجه واحده اخرى مشاهدينا الافاضل. نحكموا اعوذ بالله الملح والتراب ثانيت لانه هذه الامور هما اللي يخدموا بها المشعوذين هذو السحره. صح نديروهم في قطعه تاع قماش نربطوهم لداخل ونجيبوا لي باري عادي نتشكوهم ولو انه ما قرينا عليهم ما درنا عليهم حتى شيء. نحطهم لك عند الباب ولا في الصاك. صح شيء صرا لك هنا سحروني لي باري كذا. لماذا؟ لانه هذه الامور هي التي يتعامل بها السحره والمشعوذين والاعوذ بالله. اذا مباشره لما تلقاها تقولي سحروني. لما تقولي سحروني هنا واش يصرا لك؟ العامل النفسي هنا يلعب دور طبعا تشياني. تدخل في الوسواس فوالا تبداي تشياني تبدا يظهر عليك علامه الارق تولي ما ترقدش الليل تولي تشوفي الكوابيس وهنا تقولي باللي سحرت وهنا تدخلي في دوامه اللي هي والاعوذ بالله المرض يا نجية. طبعا يا عمر اذا من الفكره نتاعك نروحوا مباشره نشوفوا الشارع الجزائري واش قال لنا في حكايه السحر والشعوذه ونعاودوا نتلاقاو. نسمع هادو جيراني كاين بزاف عندي جارتي تقول لك بنتي سحروها واللي يجي ليها ما يولوش لهم شحال ما نحبهمش انا هاك راني موسوس جاب لي ربي اني مسحور انا هاك كيما راني مين ذاك نمشي نتخايل جاب لي ربي مسحور وانا على بالي شكون اللي سحرتني ولا بالي سما بيبي. السحر كان تاع العداوه كان سحر الممرض كان سحر القاتل كان سحر تاع الانتقام تاع الانتقام والعداوه وكان سحر تاع العشق. انا هذوما مش عالمين الغيب هذوما
شغل ما همش عالمين الغيب وما يقدروا يديروا والو، وحتى اللي راحت للسحارة راهي حتى هي ناقصة دينو. راك حوصل دراهم ما دوش وافك اللي يديروا السحر. دي اكبر كما نقولوا جريمة في ديرها المرأة هذه، خاطرش اولا تغضب ربي عليها، وثانيا رجلها ما يحب بالسحر هذه غير تكون مهنية ما يحبها ما والو. حال هادو ان شاء الله الشرطه تحاربهم بكافه الوسائل. فيها الشرطه يا خويا مقيوس يا خويا يا خويا، باسكو هذا السحر هذا يسبب الموت، يسبب طلاق، يسبب الفتنه. والله ينعلهم ان شاء الله ربي لهلاي لهلاي يلاقيهم سما بوتش تاع الخير. كيف فوق راه يدور في الصو شو عليهم؟ حرام اللي يدير الشيء هذا، حرام عليهم. والانسان هذا يا ولا يفلح الساحر حيث مات. خويا هذوك الناس ما يخافوش ربي، راك فاهم؟ لا ما يخافوا ربي، ما يلقوها لا في الدنيا لا في الاخره. كاين اللي يخسر 10 ملايين، كاين اللي يخسر 20 مليون، كاين حتى اللي يخسر 100 مليون. نقول لك هذوك ما عندهم، هذوك ماشي مسلمين، يهود هذوك. انا عندي اللي يدير السحر في القبر هودي انا عندي. إذا كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام، كانوا هذو حكايات الناس وآرائهم مع السحر والشعوذة كما شفتوا معنا يا عمر. إذا السحر والشعوذة والناس كامل مذعورين طبعاً، وكامل عندهم حكايات مع السحر. موضوع حساس، موضوع لربما ندق ناقوس الخطر الآن لتفشيه في البيوت الجزائرية وما يتسببه من نتائج وخيمة. نجية روحوا دائما في استقبال مكالماتكم، وأظن أنه يقولوا لي فيه مكالمة معنا سلمى من ضرارية تجر الناس العاصمة حاضرين معنا اليوم. ألو يا سلمى، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلمى وش راكي سلمى؟ لاباس الحمد لله. شحال في عمرك سلمى؟ 26 سنة. 26، الله يبارك العمر كله إن شاء الله حبيبتي. يسلمك يعيشك أختي. الو سلمى، رانا نحكيو على السحر والشعوذه والقزانين والنافخ والشوافه والطالب، واش تقدري تقولي لنا في هذا الموضوع النهار اليوم؟ واش نقول لك يا اختي، هذا الموضوع راه شايع ياسر في بلادنا بعد. واش نقول لك بصح، كاين شي ناس صدقيني غير مش عارف من على يديروا هكا السحر، غيره نميمه هكا، غيره يغيروا من الناس يحدوهم هي يحكموا يسحروهم وخلاص صافي. وخطرات الصابلات ولا غير الصابلات في الجزائر، هنا في الصابلات صابوا وحده صافي حتى الميساجي كيفتحوها لقاوها كامل السحورات. بالعوذ بالله. صافي معمره كحله، كي شافوها قالوا لها وشنو هذا؟ قالت لهم اني سكرت حشك تاع الزبل وراني رايحه نرجعها للبحر، خرجت رايحه نرجعها. كي شفوا فيها لجان نحيوها لها فوق كامل السحور وذاك، يعني واش نقول لك، يعني زلي الله محمد رسول الله. وياسر ناس اللي تسحر وتقول لك نجي نستسمح من هذيك اللي سحرتها، اسكو تسامحني اسكو ما تسامحنيش. انا نحير فيهم، يعني وحده دمرتي لها حياتها ومن بعد تحب تسامحك، كيفاش حتسامحك يعني؟ ما طيب يا أسماء، هل تعرفي ربما انت يا ناس هكذا تروح، نكونوا صريحين مع بعضنا، تروح ربما تمارس هذا السحر والشعوذة، تروح عند قزانين، تروح عند شوافين بدون ذكر الأسماء، ولكن هل تعرفي حالات كيما هادو؟ والله في الحق ما نعرفش هكا عباد راحوا يسحروا بالصح، يعني كاين عباد يسحروا مش يتسحروا، يعني يسحروهم ناس. وكاين ناس تحط ربما واحد دراهم كبار. يا أسماء لو تشاطريني هذه الفكرة. لا واحد لينا نعرفه صافي لبس عليه، هو راجل لبس عليه يعني كيعد عنده المال، جارته كيما نقولوا بنت جارته هذه سحراته باش غير كيما نقولوا يحبها ويتزوجها وكذا. يعني سحر المحبه. ايه يعني كيما هكا سحراته كلش تعرف بطل الصلاه عاد التعليل كيما نقولوا. ولكن انا نظن لو انك توافقيني في الراي، هذا مش سحر محبه، لانه الانسان اللي يحبك ما يهديكش للتهلكه. هي ما حبتوش لنفسه، هو حبته لماله، حبته لدراهمه، حبته طيب لو تخليني نسقسيك فقط، هل يعني في قرارة نفسك تأمني أنه كاين حاجة واسمها السحر محبة؟ يعني الواحد ما يحبكش بعد ما دلو السحر؟ ما هذه اللي يحبك يحبك لنفسك، ما يحبكش على مصلحته، ولا لازم يسحرك باش يحبك. طيب انت ما عندكش تجربه شخصيه مع السحر؟ بالدراي يحطها ربي في قلوبنا، يعني على كي يقول لك انا نشوف هذاك الواحد يدخل لقلبي بعدك على نظرتي، على النظره عليه يدخل لقلبي.
يعني عباد صح يتحبوا بعد نعم لازم بالقوه باش نحبهم انا صح. كاين دي جون بزاف يقول لك باللي يسحروا خاصه في الاعراس يعني ليله الزفاف تقع المشاكل هذه و كاينه وحده مع كاينه حكايه حياسر قال لك وحده عمتها ماشي كيما نقولوا ماشي بعيده عمتها سحرتها قول اعوذ بالله السحر كيما نقولوا تاع القتل اللي تقتلها اعوذ بالله. زوجت هذه بنت اختها تزوجت نهار العرس نتاعها الراجل يسمع في الخزانه يسمع في الدقربي الدقربي في الحس يعني في لاقه هذه يقول لها شنو هذا قالت له مانيش عارفه ما نفتح الخزانه في الكوفيرطا لقى كيما نقولوا حيه حنش في الكوفيرطا المحكم قتل هذيك الحيه ما على بالوش هو شيء مؤسف جدا قتلها ماتت مرته بعد تمت الحيه سحروها كي تموت تموت العروسه لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. هي قتلتها بعد قتلتها على اساس بس هي للراجل هذا شتات يدي بنتها كيما بنتها قتلت بنت خوها. سبحان الله. يعني شوف القلوب المريضه شوف النفوس الخبيثه يعني واش راهي دير. مرضى عباد مرضى مش والليل الله هو من الكبائر يعني السحر وثالث الكبائر بعد شرك وعقوق الوالدين يعني السحر. والله يحفظنا منهم وخلاص شو نقولوا يعجز اللسان عن التعبير في مثل هكذا حكايات والله يعني تدمي القلب فعلا يعني الا وصلت عمتك تسحرك ولا كيما احنا في العوايد عندنا كيما سرتو في العراس في العوايد تروح العمه والخاله ومرت الخال مرت العم هما يروحوا يوم يقولوا يدوا جهاز العروسه يوروا جهاز العروسه درك شكون اللي عاد يوري جهاز العروسه شكون اللي عاد يدي نعم ربما اكيد وفيه سحارين والاعوذ بالله والحقيقه هي قصه واقعيه صارت في مدينه رويبه وين العروسة ربما راحت هي نهار عرسها يا نجية صابت أشياء كارثية أشياء يندى لها الجبين مشاهدينا على كارم وخاصة في كما احنا نقولوا جهاز طبعا في جهازها قالت لك وين لقات في المخدة علامات والأعوذ بالله نعم تفضلي كملي الفكرة ديالك ايه قلت لك عاد الناس تبطل عاد تخاف ما عادوش يدوا خلاص كيما نقولوا ديك العوايد تاع بكري وهذوك بطلوهم خلاص من الخوف من هاد الحوايج اللي راهم يصراو في بلادنا هادو في الناس اللي قلت الايمان الناس عندها قله ايمان يديروا كيما نعم يا سلمان حبيتك ربما توجهي كلمه اخيره ولا نصيحه لهاد الناس اللي تمارس السحر تمارس الشعوذه ربما كلمه اخيره توجهي بها لهم سلمى واش نقول لهم يعني الخوف مش اليوم الخوف من نهار غدوه ربي نهار غدوه واش يدير فيهم ماشي درك الدنيا يتوري وربي كيما نقول حيعاقبهم بصح مره اخرى يعني نهار القيامه نهار الحساب نهار الواحد يخاف كيما في القبر في الحساب الواحد يخاف كيما واحد مثلا مانيش مسافك حاجه هذا كيما نقولوا شنو نقولوا الله يحفظنا ويسترنا وخلاص الله يعافينا نعم اذا شكرا لك جزيلا كنت معنا مباشره اذا استفدنا من التجربه ديالك ومن خلال الحديث الشيق ديالك حول هذا الموضوع السحر والمشعوذين. اذا مشاهدينا الكرام ما زلنا نتواصل معكم في هذا العدد من برنامج اهدر يمكنكم التواصل معنا والتفاعل عبر ارقامنا الهاتفيه اللي ظاهره اسفل الشاشه. طبعا اذا نجي ربما موضوع مشمئز كانت وين تطرقنا النقطة معها حكيت لنا وين الأذى يلحق ربما لو بواوين كيما شفنا عمتها هي اللي كان دارت لها السحر تخيل أنه لحقت وين قتلتها لا فامي تلحق وين تأذيك ربما لأنها ما تقدرش تلحق لك ربما غارت منك ربما حسداتك ربما اليوم ديجا رانا نتوشيو في السحر والشعوذة. كنت أنا طرحت لهم السؤال هذا عبر صفحتنا على الموقع الأزرق عمر نروح نشوفوا كيفاش كانت تعليقاتكم ونعاودوا نتلاقاو. إذا نتابعوا في هذا التعليقات يا نجية موضوع العدد قالت باللي السحر والشعوذة كانت تعليقاتهم نجية على قال لك الناس اللي تقوم بهذه الأعمال وتذهب للمشعوذين هي ناس ما تخافش ربي لا حول ولا قوة إلا بالله ونعم بالله الواحد الأحد طبعا إذا كانت هذه هي تعليقاتهم يا عمر وكما شفنا جزائريين كامل ضد ربما فكرة السحر والشعوذة وقال لك باللي أدونا وقال لك باللي هي عادة ولا بعيدة على إسلامنا بعيدة كذلك على عروبتنا بعيدة على ديانتنا كامل يا عمر تفضل نعم وكاين ناس بزاف يروحوا للسحرة والمشعوذين ولو كما يسموهم الآن العرافين نجية تقول لك تشوف لك ولا تقرأ لك الكف تقول لك راكي مسحورة نحي لك في الرصاص نحي لك في القمح في أمور كثيرة يعني وترت هذه النقطة ربما عمر كاين ناس راهي تخسر دراهم
كبيرة على السحر والشعوذة، وربما كي تروح عند الطالب ولا الكزان ولا كيما يحبوا يسموهم يطلب منك ربما واحد الطلبات غريبة جدا وربما مستحيل تحقيقها. لماذا؟ لأنه يحب يعجزك ويحب يخليك توجور تبقى تعاود تولي ليه ويعاود يزيد يستغلك في الكوتي تاع المال. نعم تفضل. لو لاحظتي نجية أيضا الناس اللي يروحوا للمشعوذين هذو طبعا يقول لك باللي يعطيك الأمور العادية والأمور المتعارف عليها، تقول لك فوالا انت راكي تجي اكي عيانه دائما، راهي تجيك عندك من ذاك يروح لك النفس، من ذاك واحد من ذاك تحس روحك مقلقه تنحي حوايجك وترميهم وتروحي هكذاك. هذه يعني امور عاديه ومتعارف عليها، ولكن هنا يغيب الوعي والجهل ايضا. لماذا؟ ان الحقيقه هي نعذر بعض الناس ولو انه الشيء هذا حرام لا يقبله لا الانسان لا الدين ولا العقل طبعاً. ولكن في بعض الاحيان تطيحي في مشكله انه كما احنا نقولوا بالعاميه تتغلق عليك كامل البيبان، ما تلقايش يجيك واحد هكا يقول لك فوالا انا شفت واحد العجوز هكذا، ولكن يجوا بواحد الصفه ملائكيه ان صح التعبير. ولو تسمح لي عمر هنا نثير نقطه، هنا تدخل العزيمه، هنا يدخل الايمان، هنا تدخل علاقه ربما العبد مع ربي سبحانه. هنا الانسان ما لازمش يضعف مهما كان المشكل اللي وقعنا فيه، ومهما كان كما قلت تغلق عليك البيبان توجور تبقى علاقتك لازم طيبه ووطيده جدا مع ربي سبحانه. هنا وين ما لازمش تخلي روحك توقع في الفخذه تاع ربما تقصد سحارين ومشعوذين وين يلعبوا بك وين توقع في الخطا الاسود هذايا. ودائما نقول ناسنا واحبابنا اللي راهم يتبعوا فينا باللي السحر والشعوذه في الجزائر خذ منعرج خطير جدا، وين ربما تعدت مشاكل ومظاهر السحر، كاين فيه السحر الاسود، كاين السحر في المقابر والاعوذ بالله، ولكن في الآونة الأخيرة شفنا باللي ولاو يديروا السحر في المقابر، وهذا من أصعب السحر يا نجية حسب الأئمة وحسب أهل الاختصاص، لأنه يديروا قطعة من أشلاء الميت إن صح التعبير، يأخذوا من الكفن ديالو من الريحة ديالو من الصابون ديالو، حتى أنك يقول لك اللي يدير لك في سحر الميت تولي يعني بمثابة ميت. الميت طبعا. دائما في انتظار إذا عمر اتصالات مشاهدينا الكرام 0561-32-32-35، وكذلك تواصلوا معنا عبر صفحتنا اللي تظهر اسفل الشاشه صفحه اهدار على الفيسبوك. ومعنا اتصال، معنا محمد امين من وهران. يا الو. نعم. الو مساء الخير يا محمد يا امين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك ومرحبا بكامل ناس الغرب الجزائري. الله يسلمكم. واش راك امين لاباس شويه؟ واه نسمع فيكم نشكركم بزاف على امين. من وين اكزاكت انت؟ من وين؟ انا تيريدو. نعم؟ قلت حي تيريدو. مانيش نسمع فيك، اذا كان مكالمه رديئه والصوت مانيش نسمع مليح. الو حي تيريدو. حي تيريدو مرحبا بك يا امين. نعم امين. شحال في عمرك امين؟ 28 سنه. الله يبارك خويا العمر كله ان شاء الله. الو امين، عندك اش حكايه سبيسيال مع السحر مع الشعوذه مع مانيش نسمع فيك غايه. قلت لك وشنو هي حكايتك لنهار اليوم مع السحر والشعوذه؟ إذا مكالمة رديئة. نقول لك باللي حاول أنك تتصل مجددا، والناس اللي راهي تتواصل معنا وما قدرتش تتواصل بينا نقول لهم كثفوا الاتصالات عبر أرقامنا الهاتفية اللي راهي ظاهرة أسفل الشاشة 0561-32-32-35، ونحن في الخدمة إذا طيلة عمر هذا البرنامج. طبعا عمر، وناخذوا مشاهدينا الكرام ونروحوا في هذا الفاصل الغنائي اللي توجور يهدر عن السحر والشعوذة، نشوفوا كيف كيف ونعاودوا نتلاقى. Yeah.
إذا مشاهدينا الكرام كان معنا هذا نغم رايوي بصوت الشاب جليل بعنوان سحارة سحارة يا عمر من غيارة. الله يعافينا من ناس سحاريين وناس الغيارين وأصحاب النفوس الخبيثة اللي يحاولوا دائما أنهم يثبطوا من عزيمة الفرد ويحاولوا أنه يقتلوه. في الناس تجيك بصفة ملاك ولكن من الوراء هو حية، وكل هذه الأمور يعني تقشعر لها الأبدان. وأيضا الحقيقة شيء مؤسف أن نشوف هذه الأشياء في مجتمع عربي ومجتمع مسلم. حتى كاين دي جون ولا يقول لك نروح للمروك باش نسحر فلان وفلانة. طبعا ربي بعد علينا إن شاء الله هاد السحارين والناس اللي تأدينا. ديما نقولها ونعودها في كل أعداد برنامجنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم باش نسمعوا حكاياتكم، تجاربكم ربما السيئة مع السحر والشعوذة. ويقولوا لي أنه فيه مكالمة ربما محمد أمين عاود الاتصال بنا. يا ألو يا محمد أمين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك، شلونكم لاباس؟ لاباس الحمد لله، وأنت كيرك؟ والله الحمد لله نعمة. نعم محمد أمين، انتصاب محمد أمين. نعم. من وين تكلمنا؟ من وهران. حي تيريغو. تيريغو. نعم مرحبا بكم، مرحبا بكل سكان مدينة وهران الباهية. مدينة الغرب الجزائري وهران جميلة جدا، كيف رأي الأجواء عندكم اليوم؟ كيفاش جاز النهار اليوم؟ والله الحمد لله يا ربي، سميشة هي ربعت في وهران، طيب ربعت مرحبا بكم. رانا حنا كيف حنا ثاني ربعت عندنا، مرحبا بك عندنا في العاصمة. الله يسلمكم الله يسلمكم. الله يخليك. محمد لمين، ربما عندكم عادات وتقاليد في وهران، حاجة تميزكم في وهران وشنو هي؟ حاجة تميزنا في وهران؟ خاصة في الأعراس ديالكم. ايه في الاعراس، واعراس عندنا مش كيما عندكم في الشرق. كيفاش احكي لنا شويه؟ لا عندكم ربما حاجه سبيسيال عندكم في الاعراس في وهران. لا والله في البار هي كيما عندكم ديروا المارياج في النهار، حنا نديروه في الليل. انتم ديروا العرس في الليل. كيما عندكم النهار ابري ميدي ودور، حنا صح انتم ديروه ميكس ولا كل واحد وحده؟ ديروه مختلط يعني ولا كل واحد وحده؟ ما سمحتكش. قلت لك انتم العرس ديروه يعني الاهل يعني نساء ورجال كيف كيف ولا كل واحد وحده؟ كاين وكاين، كاين اللي يدير حمزه وحدها، كاين اللي يتعاون يديروا في رحبه، كاين هذا كيفاش. نعم. شي ميك خلط، كاين اللي تقول له وهران على بالها باللي وهران البحر ميك خلط، لا شي ما. جميل جدا. نعم يا محمد امين، نروحوا ندخلوا في السوجي، ورانا نحكيوا اليوم على السحر على الشعوذه على القزانين، وربما عندنا فكره في الجزائر يقول لك انه الغرب الجزائري شويه منتشره فيه ربما هذه العاده. ولا هاد العادة السيئة أقول، واش تقدر تقول لنا؟ ربما عندك تجربة خاصة، ربما عندك رأي في هذا الموضوع تفضل به. هي ما عندناش تجارب في هذا الموضوع الحمد لله. ربي بعدنا على هذه الصوالح. هذه ظاهرة السحر والشعوذة معروفة، راه ماشي البارح ولا اليوم ولا معروفة من بكري. سولف هذه الأعوام الأخيرة نشوفوها باللي زادت. زادت وكثرت، وكيما يقول لك بكري باريكزوم بكري كنا نعرفوا حنايا غير نسى يسحروا، مرة سحرت راجل دروا كلها، كاين اللي راه يسحر خوك، كاين اللي يسحر سته، كاين اللي يسحر صاحبه. كاين التجار جايبين عمران رانا نشوفهم باللي يسحروا، وزادت كثرت. دوكا ولينا نشوفوا حتى رجال اعمال وربما ناس في رجال اعمال كبار تشوفيه، هو تشوفي كي تقولي هذا ما نديه بصح هما تشوفيهم زعما الله يهديهم والله. صح في ميزك انت، وشنو الحاجه اللي تخلي الانسان هذا يروح عند السحارين وعند المشعوذين؟ هذه الحاجه اللي تخلي واحد يدير في النقص ايمان والله، يكون بعيد على ربي ينجم يدير هذه الصوالح. فواحد يكون قريب لربي ولا حاجه ولا يا ربي هذه الصوالح ما كانش منهم. خاطر في واحد ينصبح بالاركان ومصلي وقاطه وكاع ستار الله ما حاجه ما فعلا هذا اللي يكون بعيد على ربي وكاع وما يتمشاش نيشان وكاع نقولوا مكتوبه يعلقها بانسان وعلى الاخر هي مكتوبه. نعم. بربي كلمة توجهها ربما الناس اللي عم يتابعوا فينا باش يبعدوا من السحارين ويبعدوا انهم يروحوا لهاد العرافين ان صح التعبير. والله احنا نقولوا هذو الناس اللي راهم يتبعوا هذو الطقوس ربي يهديهم ان شاء الله، لو كان يقربوا غير شويه لربي ولا غادي يعرفوا باللي زعما ربي هو كل شيء. كاين اللي ناس يقول لك فيفري يقول لك ربي هو كل شيء، بصح كي نقول يقولها فمها ماشي ما شي قانع فيها، على بها يروحوا يناسوا هذو الطقوس وهذو هذو زعما كي نقولوا وليس كما يقول لك السليح الساحر حيث اتى. نعم يا محمد امين كنت معنا من وهران، تحياتنا لك وتحياتنا لكامل سكان وهران، ونشكرك على المداخله الطيبه لنهار اليوم. بارك الله فيكم الله يسركم وبون كوراج ان شاء الله. الله يسلمك امين، دمت متتبع وفي لبرنامج اهدر ان شاء الله.
شكرا لك محمد امين من ولايه وهران، كنت معنا اذا مباشره عبر قناه الحياه الجزائريه وفي برنامج اهدر. اذا ما زلنا متواصلين ويمكنكم التفاعل والاشتراك معنا في البرنامج وفي هذا العدد المخصص للسحر والشعوذه. اذا نجيه نروح فاصل ونعود نتلاقاو معكم جوست ابخي. عدنا ولينا معكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج أهدر، وتجور مازلنا متواصلين معكم ورانا نحكيو اليوم على السحر، على الشعوذة، على القزانين، على النافخ، على المجمر. يا عمر في انتظار دائما اتصالاتكم على 0561 32 32 35. والناس هذو اللي راهم يروحوا للسحارين والرقيين ربي يهديهم ان شاء الله ويحاولوا انهم يوليوا للمولى عز وجل، ودائما كما احنا نقولوا يربطوا الصله بالله سبحانه عز وجل، لانه الانسان اللي يروح للشواف، اللي يروح للعراف، اللي يروح للقزانين هذو، واش يقول له ربي سبحانه عز وجل؟ يقول له وكلت امرك لهم فهما اللي يتوكلوك. اذا يعني انت وكلت امرك لهم، هما اللي يتوكلوا امرك انت، وبالتالي القضيه تاعك مش راح تفرى. ولو انه هنا عمل جنوني بامتياز وراح يدخلوا فيه الجن، وين انت يا ربما يروح هذا الجن للقرين ديالك باش يجيب بعض الاخبار. وصدق كذب المنجمون ولو صدقوا فعلا يا عمر، واكيد الساحرين مشاهدينا الكرام عظيم جدا. الانسان ما يستهينش وما يستهزئش بهذه الامور، لانه السحر الحقيقه وليعوذ بالله يدير امور خطيره جدا توصل الانسان حتى للقبر. وكاين الناس بما تسمى بالتمريضه، كاين الناس اللي يا نجيه ما يقتلكش ولكن يخليك حياتك كامله مريض. نعم، نروح مباشره عمر الى الصحراء الجزائريه وين عندنا مكالمة من ورقلة ومعنا حسين. ألو يا حسين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك حسين. حسين من الحديرة وليت ورقلة. الله يسلمك نورتنا. من الحديرة سي صاحب. وانتم كذلك في قناة المفضلة قناة الحياة. شكرا لك يا حسين ربي يخليك. ألو حسين، موضوعنا لأنهار اليوم هو السحر والشعوذة. أسكو حسين تقاسمنا السحر والشعوذة. والله يعني ارفع صوتك شويه فقط يعني حسين باش نسمعوك. التعوذة يعني كاين واحد يعني حكى لي واحد الحاله يعني صرات له. تفضل. كانوا يعني في نزهه يعني في نزهه يعني في الصحراء. نعم فقط يا حسين لو تسمح لي ارفع فقط صوتك شويه ماناش نسمعوك. الصوت سمعنا من فضلك من الهاتف، ما تسمعناش من جهاز التلفزيون. نعم. قلت لك زيد لنا برك شويه في الصوت باش نسمعوك. نعم. يعني قلت لك حادثه يعني صرات لواحد الصديق نتاعي، صديقي صرات في كان في نزهه في الصحراء. واذا به يفيه على ذلك وهو ياكلوا في اللحم، فاذا به يفيهم قط على ذلك. مكالمة رديئة حسين مانيش نسمع فيك مليح. الو. نعم. اذا حاول تتصل بنا حسين لان المكالمة رديئة جدا. اذا مازلنا نتواصل معكم مشاهدينا الكرام، الناس اللي حابة تتواصل معنا باش نستفادوا من خلال خبراتكم وتجاربكم في هذا الموضوع، موضوع ربما اللي شائك جدا. نعم، موضوع اللي عانت منه ربما كامل الشرائح الجزائريه. نعاودوا نروحوا مباشره عمر نشوفوا ثاني مقطع لراي الشارع الجزائري عن السحر والشعوذه ونتلاقى. كاين منها خونا، كاين منها يا خو، مذكوره في كاع الديانات، في اليهوديه، في المسيحيه، في الهندوس، كاع يعترفوا السحر كاين منها. ما كاش من ينصحهم يقول لهم راهو الطريق هذا غلط، ما كاش من ينصحهم ويقول لهم راهو مش هذا الطريق باش تحل مشاكلك، مشاكلك يحلها لك غير ربي. يهديهم ما يروحوش ليهم، يخطيوهم قد ما ينجموا يخطيوهم ما يروحوش ليهم. يا لو كان يهضروا لهم يقولوا ما هو جدار ودار ما يلزمش يامنوا بهم. قال لك حدوا الساحر ضربة بالسيف. ما عندي حتى رسالة نوجه لها يا اخو، اللي عنده معلومات على السحارين يتوجه للشرطة وضربة بالسيف. جامي تلاقيت على كل حال مع سحار ولا زعما شغل، ما جامي بصح على بالي بلي كاينين سحارات. كاين يا وفاقو اللي يرقوا هكذا قران تاع ربي هذاك راقي، بصح هذا اللي يقول لك عندك تابعه من هذاك تاين تسحر. السحر تكون تولي تكره دارها، تولي ما تقومش بدارها. السحر يزيد يعاود يولي عليهم ماشي راح ينفعهم ولا يضرهم، كونتخيغ يضرهم.
معلومه على واحد يدير السحر يبلغ به الجهاز الشرطه. فيها الشرطه يا خويا مقيوس يا خويا يا خويا. باسكو القفل في القضاء كان تاع سحر وشعوذه عاقب عليها القانون. دا تكون تحب واحد وهو ما يحلبهاش. صديبو هي كش دايره. النبي صلى الله عليه وسلم ناهينا على الشيء هذا وهذا الناس ما يحبهم شيء. نطلب لهم التوبة لأن داخلين في الغش. أرى متباينة حول السحر والشعوذة، وين الناس بزاف تقاسوا من هذه الظاهرة. كاين الناس اللي طلقوا، كاين الناس وين وصلوا للسبيطارات، كاين الناس حتى أنهم دخلوا لمستشفيات أمراض العقلية بسبب هذه الأمور الخبيثة والأعوذ بالله. أنا نقولها دائما المشاهدين الكرام، الناس اللي راه يتبع فينا، الناس اللي نفوسهم خبيثة، حاولوا أنكم تفيقوا مع الله سبحانه عز وجل وتعاودوا توليوا لطريق الخير، لأنه الإنسان هذا ما يدي غير فعله معاه. وكاين الناس يقول لك هذا دار الشر وكذا، في آخر المطاف ما تعذبش ومات مباشرة. هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من موت الفجأة. موت الفجأة هذا مشاهدينا الكرام هو الإنسان اللي يطغى فوق الأرض، بالتالي هذا عقاب من عند الرب سبحانه عز وجل أنه يقتله، لا كما احنا نقوله يموت موت الغفلة يا نجية. طبعا عمر، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج أهدار في انتظار تجور نسمعوا حكاياتكم وتجاربكم ربما مع السحر والشعوذة على 0551-32-32-35، وكذلك تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة أهدر. وأظن أنه فيها مكالمة معنا من القليعة. يا ألو. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. إذا من وين تكلمينا الأخت؟ خويا أنا نعيط لكم القليعة. إيه مرحبا بك ومرحبا بكل سكان القليعة. من وين الحي إكزاكت في القليعة؟ لوي سان روجمان. نعم، حيث من 100 مسكن. الله يبارك ما شاء الله، ولو انهم ناس قليعه، ناس كما يقولوا ناس طبع والشان. الله يسلمك وليدي. شكون معنا فقط سيدتي من قليعه؟ شكون معنا الاسم؟ يسلمك. الاسم سيدتي فقط، شكون معنا؟ السيده ناديه من القليعه. سيده ناديه من القليعه، مرحبا بك مدام. بيك واهلا بنتي. يسلمك. مادام رانا نحكيو اليوم على السحر وعلى الشعوذه والناس هذه اللي تادي الناس بالسحر والشعوذه، واش تقدري تقولي لنا في هذا الموضوع؟ يسلمك بنتي، الله يبعدهم علينا يا بنتي. الله يعطينا مع الناس الملاح برك. يا بنتي هذه حتى ما يشرح فيها لا ربي لا العبد. نعم، إذا مدام نادية تتكلمي فينا من القليعة، هل ربما تعرضتي لهذا الظاهرة، ظاهرة الشعوذة والسحر، ولا بار اكزومبل تعرضوا بناتك للسحر، ولا في هذه الامور كاين الناس حتى انهم داروا لهم السحر اعوذ بالله حتى تلقوا حتى تفضلي. والله يا وليدي كاين بزاف اللي صرات لهم هكذا، وكاين اغلى انسان عندي في حياتي تعرضت للشيء هذايا. نعم، شكون هي؟ تفضلي احكي لنا الحكايه يا مدام. ها؟ تفضلي احكي لنا الحكايه تاع اعز انسان هذا اللي تعرض للسحر من عندك. شوفي بزاف اللي صرات لهم، واغلى انسانه هي بنتي العزيزه. نعم، احكي لنا واش صرا لها، واش داروا لها؟ غير عاد تزوجت وكانت راحت في عز شبابها لدارها ودارت المستحيل، بس هو عندي سيلا في اونيت، عندي طفله وحده برك تعرفين، مرمدوها واشت ووصلت وين وصلت، داروا 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 المستحيل، وصلت ابخي سيزون دو مارياج عندو خرجوها من الدار. ونزيد نحكي لك يا بنتي وصلت وين؟ ثبتها تاع النفاس. تسمعي؟ نعم مدام، تفضلي كملي. كونت إلا يو لو بخومي أونفون تاعها، لوستها كانت ما تظنيش. ماشي. أنا نسمعها لوستها كانت ما تظنيش، واش داروا لها مدام؟ كانت ما تظنيش، إذن قالت لها أعطيني جبتك تاع النفاس هذيك اللي زيدت بها في السبيطار. والأعوذ بالله. قالت لها بنتي على نيتها باسكو إلي تي تخو جون على ليبوك، إلا في 18 أن، وما تعرفش. عطا وانا مانيش مربيت على التحرامي، تفرجت على الثقافه على القرايه على الشغل على الطيابات على الحلاوات، حنا ناس القليعه ناس الحطه ناس الشام، ميدتنا ميده قعدتنا قعده عرسنا عرس، مانيش تاع هذا الشيء. ايبا واش دير؟ قالت لها عطيها لي، عطتها لها كي عطتها لها باش تواسي، قعدت ابخي تخوا موا بنتي قالت لها عطيني جبتي. اها. كي عطتها لها ردتها لها محروقه. اها. حتى محروقه، قطعوا لها الجبه من الجبه تاعها، قطعوا لها انساخ فيها هكذايا. قالت لها وعلاش عطيتي الجبه الجديده عطيتها لك لبستها؟ قالت لها لا، قالت لها حطيتها قدام الفرن ونحرقت عليه.
حتى كيف حوايج كاع ما ينحرقوش والحلجبه تاعي تنحرق. دابا واش نقول لك سيتي با لا سويت ابري 6 مارياج كي عاودوا خرجوها ربطوها داروا لها على الزنايا باش ما تغنيش. دابا هذيك لوستها ولات بالدراري راهي 3 ولا 4 الله يبارك. على كل حال الدراري ما عندهم ذنب صحية تخلص يوم القيامة وبنتي داروا مستحيل وخرجوها افيك ان انفا. ومن بعد كيفاش عاونتوها ربما ساعدتوها باش تتخلص من هذا السحر؟ ما نكذبش على بنتي عييت قعدت ولا تطيح لي ولا تهكذا كي وليت نرقيها ولا يخرج لي الشيء هذايا وليت بس المستحيل جريت عليه نرقي روح الامام تاع الجامع يرقي لها يواسيها تعرف كيف بداو يرقيو لها تطيح لي في القحاي يصرى فيها نقول لك تعرفي راني نحكي لك راه قلبي يبكي مانيش انا اللي راني نبكي وبكرة نكتب حسبي الله ونعمل واكي فيهم باسكو اللي ضيعوا لي حياتي. صح خلينا نسقسيوك مدام راكي تكلمي فينا الان خلينا نسقسيوك اسكو هذا الزواج ولا هذه لوستها اللي دارت لها السحر والاعوذ بالله صح العلاقه الزوجيه بينها وبين زوجها هل يعني الطفله ديالك هذه بنتك العزيزه كما راكي تقولي انت تلقت ولا مازالها في دار شيخها؟ ما فيك مليح. الو بيه قلت لك واش قلت لوليدي؟ قلت لك يعني الطفله هذه بنتك راهي مازالها في دار شيخها يعني ولا طلقت؟ لا 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 لا, لا خرجوها داروا المستحيل الواساتها وعجوزتها خرجوها راجلها صح عاقل سي يواسي بصح كي ما عندوش لا بوزيسيون دو فورس يما تقول له ندير لك دعوه الشر لو كان تروح تسكن وحدك دارت لقات ندير لك دعوه الشر ابا تلقوها افيك ان غارسون هذه هي شوفي ان ربي يهديك ان شاء الله راهي زوكاتك ما مخلاص زوكاتك دي فوا تنزلط يقبضها واحد الشيء هكذا وكاين حاجات لي سنتيميتر اللي ما نقدرش نقولهم لكم في التليفون هكذايا دابا وصلت فين غير نرقي لها تسيب روحها وكاين كي نعاود نقطع عليها الرقيه تعاود تولي لي في واحد الحاله ربي وليها. نعم نسوق مدام ربما تكوني صريحه معنا لما بنتك مرضت هكذا ويعني وتعرضت لكل هذه الاشياء ربما الحقيقه يعجز اللسان عن وصف ما لانه انت يا اهل مكه ادرى بشعبها انت ربما راكي بنتك هذه انت الوالده ديالها انت كنت تلاحظي في حاله الاغماء اللي تكون عليها في حاله ربما السحر اللي كتعاني منها البنت ديالك. خليني نسقسيك انت يا كي مرضت الطفله ديالك صح توجهتوا للشوافين والقزانين ولا رحتوا مباشره ل كما احنا نقولوا راقي مختص يعني يرقي بكلام ربي؟ انا ما نعرفش هذا الشيء انا نقول لك انا جو سي دا نيفو انتيليكتوال انا عندي نيفو تاع ثقافه تاع اللي قاريين اللي ماشي ما ندخلش في الميليو هذا تاع الشعوذه تاع هذا الشوفات وكاع صح انت كيما ما نعرفش كاع حاجه ولا كبنتي قلت لها واش وكلي ربي قولها صلي وكلي ربي قوي ايمانك بربي سبحانه طبعا مادام وحنا هذا واش نقولوا ان شاء الله نطلبوا لك لبنتك ان شاء الله الشفاء ان شاء الله تعاود تولي ورده مفتحه كما كانت يا ربي وان شاء الله ربي يسامحها ان شاء الله والله هذا وين راهي دير في ليفيرتيكا تاعها. قبل ما تغادري لنا مدام ناديه راكي تكلمي فينا من مدينه القليعه خليني نسقسيك حاجه ربما كوني صريحه انت قلتي لي باللي فوالا انتم قاريين ناس متعلمين مثقفين الله يبارك ما شاء الله ما تروحوش لهاد الناس يعني الطلبه والزوي والقزانين والاعوذ بالله ولكن في امور مخفيه اعظم لانه كنا جرينا نجيه تحقيق حول السحر والشعوذه يعني ناس قاريين ناس مثقفين طبعاً نساء يعني زوجات مسؤولين كبار ان صح التعبير كاينين صح كاينين يتبعوا هذا الشيء هذايا ايه لا صحيح ايه ربي يسكن واش الحاجه اللي تخلي الواحد انه يروح لهاد الناس؟ وشنو الحاجه اللي تخلي هذا الشخص يروح عند السحارين والقزانين؟ هل هو ضعف شخصيه ام كفاهات يخلو ربي سبحانه باسكو ربي هو المالك ربي هو اللي يعطي هو اللي الا كتب لك ربي باش ترتاح لا ربي كتب لك باش تدي حاجه تديها كلش بالاراده تاع ربي سبحانه والانسان يقوي ايمانه ويطلب ربي سبحانه ماشي تبع هاد الشعوذات وهذو الاخرين وهذو التفاهات هذوما خاطر ما كانش اللي يسقم روحه هو نعم غير يخلطوا المجتمع ويخلطوا برك ويضروا في الناس برك نعم ربما هذه نعتبروها سيده ناديه ككلمه اخيره ربما وجهتيها للناس اللي راهم يسمعوا فينا بالك يستفادوا منها ان شاء الله ربي يهديهم ان شاء الله ربي يهديهم ان شاء الله ربي يهديهم ويتاقوا مولاهم ويعاودوا يرجعوا للحاجه تاع ربي سبحانه باسكو كلش كيما ربي سبحانه ما كاش حاجه كيما ربي سبحان الله ما هادشي الشعوذات هذوما راهم يمرضوا في لي جينات لي جان راهم يمرضوا في الشباب هذوما راهم يضيعوا في حياه
شبان وشابات في العضلات راهم يروحوا ضحيه. شكرا لك. شكرا سيدة نادية، كنت معنا من القليعة، يعطيك الصحة على المداخلة الطيبة نتاعك لنهار اليوم. طول عمركم الله يحفظكم والله ينصركم على المواضيع الشابة اللي راكم ديروها. يسلمك مدام، تحياتنا ليك. يقبلكم باسكو هذو دي سيجي تاع المجتمع اللي راهم بزاف في المجتمع ضحي، بالك تراكم توعيوا. راكم توعي في المجتمع باش الغناس يعاودوا ينعلوا بليس ويتاقموا له. نعم شكرا لك سيدتي، تحياتنا لك. على خير بنتي، ونسلم عليكم كاع، ونسلم كاع على ناس نسيله، ناس الغرب، ناس كامل. نعم تحياتنا لك، شكرا لك. اذا عمر بدون تفضل. غير غصت معاها في الموضوع ديالها المدام ناديه اللي كتكلمنا من مدينه القليعه، وين قالت لك سحروا بنتها في الجبه تاع النفاس، يعني نجي في بعض المناطق يقولوا المراه كي تزيد يعني يقولوا باللي تنفس. مش طبعا عندكم نفس ثاني يقولوا تنفس احنا ثاني يعني كيف رانا متعارفين على مصطلح واحد. تفضلي ناديه، نروحوا نشوفوا ثاني مقطع من تعليقات رواد الموقع الازرق على السحر. نعم على السحر والشعوذه. يدرى يا نجيه، يدرى حاجه مليحه ولا حاجه يلا كيف كيف. نتابعوا كيف كيف التعليقات اذا سمح المخرج. نعم قال لك السحر موجود، والسحر كذلك من كثره العين تتقلب. والله للاسف الشديد احنا الوقت الله يحمل الخير الاخت نجيه قال لك كثر السحر كذلك في وقت العصرنه، اين ايمانكم بالله عز وجل. اذا كانت هذه تعليقاتكم رواد الموقع الازرق كما سبق قلت على السحر والشعوذه. دائما في انتظار اتصالاتكم باش نسمعوا حكاياتكم كما سبق وقلت يا عمر، مع المجمر، مع النافخ، مع الزوي، مع هم يقولوا احنا نعم كان هي في الغرب يقولوا انه شتا ديك الاناء اللي ربما يستعملوه من اجل السحر ولا هو متداول في الفيديوهات وفي السكتشات اللي خاصه تتعلق بالسحر والشعوذه كما بعد شويه راح نشوفوا، انه يكون اناء نتاع فخار ويكون داخله ما على باليش كيفاش يشعلوا النار ويرموه فيه واحد هذاك يعيطوا له، هو بخور ولا فحم ولا ما على باليش شنو هو. يقول لك انه هذاك يعيطوا له يا النافخ يا المجمر، هو آنية تستعمل ربما لممارسة طقوس السحر والشعوذة. هذا واش نعرف أنا. نعم هذا في شائع عندكم في الغرب. نعم. أما هنا في الوسط والشرق يعني حسب الإطلاعات دياولي وحسب بعض البحوث يقوموا بأيضا تقول لك زعما باش دير لك تنحي لك سحر عن طريق البلوم ولا رصاص. فوالا عن طريق رصاص. كاينة. وكاين الناس وين أيضا تقول لك جيبي لي حوايج جدد بار إكزومبل هي باش تبروفيتي منك دي كوستيمة جديدة. وكيما سبق وقلت لك من قبيل يطلبوا منك ربما واحد الطلبات غريبة جدا. غريبة وتعجيزية في آن واحد. لماذا؟ لأنه باش يعاود يضمن لك المرة الجاية، أنت تحاول ثم تعاود تولي عليه، يعاود يضمن من عندك كما نقولوا احنا دراهم، وتبقى توجور وكأنك مرتبط به على أساس أنه هو الوحيد اللي راح يحل لك هذيك المشكلة اللي وقعت فيها. نعم وكاين مشاكل كثيرة يا نجية وين اتصلوا بنا لما قلنا في الإعلان في صفحة الفيسبوك باللي موضوعنا السحر والشعوذة، قال لك باللي وحدة راحت عند السحارين وين دوموند يعني وطلبت منها عزكم الله يعني عتروس كحل ولا معزك حلا كما يقولوا. طعام كذا، قالت لهم حتى اني نديكم باش ديروا كما يتصطلع عليها في بعض الولايات بالحضره ويروحوا للزاويه يعني سيدي فلان سيدي فلان. هذا اصحاب الزوايا هذو اعوذ بالله يعني نجيه الحقيقه يقوموا بواحد الطقوس رهيبه جدا وين يتصطلع عليها بمصطلح الحضره، وين حتى شفت انا حضرت مره وين جابوا بيبي صغير نجيه يقوموا ببعض الطقوس عليه يعني يرقصوا عليه. ولكن الادهى والامر من ذلك انه البيبي ما صرا له والو ماشي يعني. نروح اظن انه عمر عندنا فيه مكالمه، عاود اتصل بنا ربما حسين من ورقلاء. الو يا حسين. يا الو. الو. الو مساء الخير حسين، مرحبا بك. الله يسلمك، حسين من الحجيره وليت ورقلاء. انا مرحبا بك ثانيه حسين. الو حسين، رانا نحكيو اليوم على السحر والشعوذه، واش تقدر تقول لنا في هذا الموضوع؟ والله يعني نقدر يعني نقولوا خاصه السحر والشعوذه يعني كيما نقولوا داء هذا للانسان ولم يسلك فيه حتى الحيوان. وهذه يعني كاينه واحد القصه واقعيه يعني حكاها لي واحد الصديق. نعم تفضل. القصه هذه حكاها لي واحد الصديق يعني نعم لكن باختصار فقط لضيق الوقت يا حسين تفضل. يشفون في اللحم وهم وضع هكذا فاذا به ياتيهم قطن يعني كيما نقولوا مبكم يعني حتى نتقدمهم القط هذا وش دو فيه انه مخيط الفم تاعو يعني هذا يعني دور الشعوذة وين توصل حتى الحيوان ما استكش من هذا
لهذه الامور هذه. كيفاش سحروا له الحيوان؟ بس داكشي من هذه الامور. نعم سؤال في المحل الوزيع والله. هذا كيطيشوا له حاشاك كيما يقولوا العظم تاع اللحم هذا قاعد يشم فيه وما ياكلهاش حتى اذا به يجدون ان الفم تاع القط هذا مخيط. فتحوا له الفم تاعو هذا وجدوا فيه بيست تاع تليفون هذه تاع هاتف. تفضل. واذا به اتصلوا بالصاحب الشريحه تاع الهاتف هذه. واذا به هذه صاحبه الهاتف يعني شوفي تماما. والسحر هذا داروه له ربما من اجل ماذا؟ على جال واش سحروا له؟ والله قصه يعني هذه واقعيه يحكيها لي واحد صديق هذه من ولايه اخرى. والله يعني هذه احتمال هي صرات البنت. هي صرات البنت هي اللي كانت صاحبه هذه الشريحه. والله يعني هذه يعني وين توصل حتى الحيوان يعني ما سلكش من الامور هذه. ونتمنى يعني الواحد يتمنى يعني يكون. نعم شكرا لك حسين. شكرا. كنت معنا مباشره من رجلة. شكرا جزيلا على هذا التفاصيل وهذه التجربه اللي حكيتها لنا ربما. طبعا عمر ناخذ مشاهدينا الكرام نروح نشوفوا هذا السكتش الطريف اللي يتحدث عن السحر والشعوذه ونعاودوا نتلاقى. هذا الراجل لازم لك تقوديه من الودن تجرب من ودنيه تجبدي هذاك الفروطوار وطايل على نيفه ورقد ما يرقدش وتضربه بالمغرف صباح وعشي شوفي بيتي لعمام تاه في الخل وتقاشيرته تاع الادروات بيتي هلا في التقف في السرجم وتقابل القبرة وأكد وسمعيني من حبش هاني نقول لك شوفي غادي بوزلك واحد الكاسيون بسع ما تكذبيش جاوبيني بصراحة عندك فرجيدة؟ كيفاش عرفتي؟ وبيك وفيه دو بورت يضر الغاية ورقك طري فويتي اش يطنح؟ يعاون يا اختي وين تقول لي يطنح كاين فرح يا الكافي سير تو يطنح مع كافي اسمع راك تدلع فيها صبا الله عجبني الكافي تاعك فرح شرب جوج قهوي والله كافي مو عندها بزاف ما عرفت ما عندها والو ماما تعيط ماما تعيط مشكله بغيت نقول لك واه روحت عند الشوافه اليوم الصباح روحتي روحت الحمد لله يا ربي انا بنعيد عيد لك رب العالمين بات روحي هاني في 10 ايام نقول لك روحي راك فرحانه روحي هم انا فرحت يا درا شي قالت لك نقول لك شي هضري عليا دقيقه شي قالت لك على الطماح قضيت من ودني تعرف ترجعي شكي تعرف وانا كنت باغي ترجع سيقي بيه اوه ما بدا بيه نبداو من الصاله من الصاله سيقي بيه اي من الصاله واه كما شفتوا معنا اذا مشاهدينا الكرام كان هذا سكتش طريف يا عمر وين يتحدث على وحده راحت عند السحاره وعاودنا ولينا للنقطه نتاع الطلبات ربما طلب منها طلبات قالها بيتي لها عمامته في الخل ما على باليش واش دير له لتقاشره قالها ربما عطاها اشارات موجوده عندها في الدار اشارات اللي ربما تكون موجوده عند كامل المنازل قالها عندك فريجيدير دو بورت فوالا طقوس هذيك الغريبه اللي يستعملوها كامل الشوافين باش ربما يقدر ياثر عليك أما نجية شيء مؤسف جدا أنه في هذا الوقت وفي هذا الزمان نزمان كان يقول لك عيش تسمع دوك عيش تشوف طبعا يا عمر دائما ما زلنا معكم في انتظار اتصالاتكم 0561-32-32-35 وكذلك صفحتنا عبر فيسبوك صفحة أهدر انتقاداتكم وراكم اقتراحاتكم في هذا البرنامج نستقبلوها بصدر رحب طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما تتكلم زميلة نجية سماتل إذا وموضوع الحلقة لنهار اليوم هو السحر والشعوذة اللي استفحل في المجتمع الجزائري وخاصة في العائلات الجديدة دولة في النواة الصغيرة يا نجية وكاين الناس بزاف اللي تعرضوا إلى هذه الظاهرة ليلة الزفاف ديالهم كما قلنا في بداية الحلقة وين ربما عانوا كثير من خلال حياتهم الزوجية طبعا ورانا نحكيو اليوم على ظاهرة ربما اللجوء إلى ظاهرة السحر والشعوذة اللي أصبحت ربما ظاهرة العصر كما سبق وقلت أنت يا عمر عند تعقد الأمور عندما يتغلقوا عليك البيبان يكثروا عليك المشاكل نعم نروحوا عند السحارين والطلبة طبعا بالله. أنا دائما أقول أعوذ بالله لأن هذه الأمور الحقيقة هذه الأمور تخيف فعلا ربي بعد يا علينا عمر. إن شاء الله ربي بعد علينا السحر والسحرة هكذا نعم إنك الهم العظيم الحقيقة طبعا يا عمر صراحة يقوم ببعض الأعمال وكاين أيضا بعض المشعوذين هذول اللي يكذبوا
نجيه قبل ما نروح في مكالمه ربما هذه المكالمه ونعاود نوليو الفكره معنا امين من مستغانم. يا امين قطعت المكالمة. إذا بدون إطالة عمر نروح نشوفوا هذا الفيديو كليب اللي يتحدث دائما عن السحر والشعوذة ونعاودوا نتلاقاو بعده. الباب عليا أنا مانيش عدوك ربي 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 يا وديرو شنو ديرو أنا وديرو راي همي نولينا لكم مشاهدينا الأكارم في برنامج أهدر وفي قناة الحياة الجزائرية. مازلنا متواصلين معكم. إذا كانت هذه الأغنية اللي تصب في موضوع الحلقة لنهار اليوم موضوع السحر والشعوذة يا نجية. طبعا مازلنا دائما في انتظار اتصالاتكم باش نسمعوا حكاياتكم باش نتعرفوا على حكاياتكم. أقول مع السحر والشعوذة تجاربكم ربما السيئة هذه اللي صرات لكم. نعم نجية كنت قبل ما نروحوا للفيديو كليب كنت نحكي لك على كان في الكوليس كنا تكلمنا على بعض المشعوذين وبعض اللي يدعون انهم رقاة يقوم يعني كاس كيما هذا مشاهدينا الكرام اللي راكم تتابعوا فينا اذا كان سمح المخرج كيما هذا يحطوا فيه ملون والملون هذاك ما يبانش يعني ها يعني بعد دقائق ولا باش كنوع من التحايل ربما عليك نعم يتحايلوا على هذاك الشخص المريض لانه هذا الانسان اللي راح عند الشواف يكون مغمض العينين ان صح التعبير صح يقول له اشرب هذاك الماء ولكن ما يشربش غير هذاك الكاس فقط مباشرة بعدها يقول له نزيد نقرا لك في البيدون تاع الخمسة تاع خمس لترات يقرا له هذاك هو باش حيقرا له يزيد يشرب له الماء بزاف هي يعني اوتوماتيك هذه العملية التلقائية هذه الواحد لما يشرب الماء بزاف راح يرد صح يزيد مباشرة يزيد يقوم عليه بواحد الطقوس يعني ببخور والأعوذ بالله إلى ما غير ذلك من الأمور اللي يزيد يدور له قلبه ربما أكثر من اللي راهو داير من الماء فوالا مع هذاك البخور نجية والأمور اللي يقوم بها يعني يستفرغ هذاك المريض اللي عنده وبطبيعه يعني راح اكيد الاكله لوبيا والاكله مكرونه راح تخرج حمراء ولا مع هذاك الملون وبالتالي راح يقولوا داروا لك وكذا ولا وبالتالي راح يتحايل عليه مباشره مشاهدينا الكرام راح يدي من عنده الى ما داش دي 5 مليون 6 مليون هذه ويقول له ربما داروها لك في اللوب على وش على حسب واش يكون كلا ربما واش يخرج يقول له داروا لك فيها هذا سحر قديم سحر قديم نجيه دايرين طبعا لا لا الحمد لله انا ربي بعدني عليه ان شاء الله ربي يديروا لي وربي يسترنا ان شاء الله يا عمر ان شاء الله واش رايك نفتحوا محل حنايا تاع الشوف هذه ونرقوا للناس ونقزنوا لهم خلاص وفي انتظار الكليون تاعنا مشاهدين الكرام ان شاء الله صح نسيكم انتم مشاهدين الكرام اذا راكم راضيين وتجوا لعندنا نفتحوا بيرو انا ونجيه من اليوم نولوا نسحروا ونشوفوا لكم اللي عنده مشكل نحلوه له اللي عنده بار اكزومبل طريق نجيبوا له الفيزا كلش واجد بدلنا المهنه انا عمر مازلنا دائما في انتظار اتصالاتكم على 05 61 32 32 35 باش تحكيوا لنا كيما رانا نحكيوا اليوم واش صرا لكم مع السحارين والمشعوذين ومعنا صالحه يقولوا لي مكالمه هاتفيه الو يا صالحه الو مساء الخير مرحبا بك الو وي السلام عليكم وعليكم السلام صالحه مين راكي تكلمي فينا
الجزائر العاصمة. مرحبا بك صالحة ومرحبا بكامل سكان العاصمة. من وين العاصمة اكزاكت يا صالحة؟ بومرداس. اوه مرحبا بك ومرحبا بكل سكان ولاية بومرداس. نعم تفضلي، وين بومرداس اكزاكت؟ شوف خويا كاين منه الساحر. من وين؟ من بومرداس. هيك الموضوع هذا هاي اللي عجبني بزاف. نعم قالت لك دخلت في الموضوع، تفضلي صالحة انا نسمعوا. بزاف ناس ما يخافوش ربي. اها. ويسيو يبعدوا بين اي مراه وراجلها، يسيو يديروا بزاف حوايج. كاش ما داروا لك صالحة؟ كاش ما سحروا لك؟ كاش ما سمعتي باللي ناس داروا لك؟ احكي لنا. سي. تفضلي احكي لنا. واجهت بزاف حوايج في حياتي وخلوني تأثرت من السحر تاعهم هذا. واش صرا لك صالحة؟ تفضلي احكي لنا. نعم. واش صرا لك؟ احكي لنا. المهم داروا لي ساحر بيني بين راجلي، بيني بين سيا، ويفرقوا بيناتنا. وشو هي الحاجة اللي خلاتك ربما تعرفي باللي هذه الناس سحروك ولا وش الحاجة؟ وش لقيتي؟ وش لقيتي؟ شويه حوايج مثلا اعطينا. وش لقيتي؟ كيفاش عرفتي باللي سحروك؟ لقيتي حجاب؟ لقيتي تراب كما قال عمر بقبيل؟ احكي لنا صالحة. ما من المعاملة تاع الزوج تاعي تبدلت معايا بزاف. اها. تأكدت باللي ماشي حاجة، ما دوك 20 سنة وحنا مع بعض وعايشين مع بعض، وبعد بعد تقلب في المعاملة تاعو منا. صح. وش ديري أنت في حياتك صالحة؟ خليني نسقسيك ربما، وش ديري في حياتك أنت؟ نعم؟ أنا؟ أنا كنت مرا ربيت أسرة. نعم، والزوج ديالك وش يخدم؟ ها؟ الزوج ديالك وش يخدم؟ يخدم في النظام. صح. خليني نسقسيك حاجه ربما كوني صريحه معايا، انا دائما نسقسيك ودائما نسقسي على الصراحه، يعني انتم مرفهين ولا على واش؟ وش الحاجه اللي خلات هاد الناس يسحروكم انتم؟ الغيره. من غيره من واش؟ كي راكم متفاهمه انت والزوج ديالك؟ ما وصلوا بالسحر تاعهم والتشوطين والشعوذه هذه. فرقوا بيناتنا. ودوكا واش مازالكم فرقين ولا راح هذا المفعول تاع السحر ولا واش؟ ما زلتم متفرقين؟ واش تقولي لهم؟ ربما هذه جاتك فرصه للناس هادو اللي سحروك وفرقوك على راجلك. صالحة تفضلي. ها؟ نعم واش تقولي لهم؟ قول لهم نكر ربي عليكم وخلاص. هذا صح. انت راك ما كاينش شك في كاش واحد دار لك هكذا بار اكزومبل من الاهل من الجيران من الاقارب ديالك، شكون الناس هادو اللي ربما يتربصوا بك وحبوا يفرقوك بينك وبين راجلك؟ على بالي بيه. على بالك صاحب دعوتك شكون؟ على بالي. وكلي ربي ودائما كي تنوضي صباح قولي اللهم اني وكلت امري اليك فلا تكلوا احد سواك. الو. نعم شكرا لك صالحة، كنتي معنا من بومرداس وحكيتي لنا حكايتك. شابه بزاف يعطيك الصحه. يسلمك صالحة. نعم صالحة نسقسيك حاجه، من وين؟ من بومرداس انت اكزاكت؟ الو. اذا انقطعت المكالمه. كنت حاب نعرف من وين؟ من بومرداس بالضبط. ولكن صالحه دائما نقول لك انا وكلي امرك لله سبحانه عز وجل، ودائما كما كنت سبقت وقلت اللهم اني اكلت امر اليك فلا تكله لاحد سواك. الانسان دائما يقوي الصله تاعو مع الرب سبحانه عز وجل. ونروحوا الى فيديو كليب. نعم عمر، من حكايه صالحه ربما هذه اللي اثرت علينا شويه، ناخذوا مشاهدينا الكرام يشوفوا هذا الفاصل الغنائي اللي يتحدث عن السحر والشعوذه، ونعاودوا نتلاقاو بعده. تابعوا كيف الله وليدي لبقى فيك حرب لو في عكسك نضحك عليك مسار مسار حلاشك نركب عليك تعرفني قاسة نديرها نخرجها عليك الله وليدي لبقى فيك حرب لو في عكسك نضحك عليك مسار مسار حلاشك نركب عليك تعرفني قاسة نديرها نخرجها عليك أنا لفقيه بومرية عندي ضربة ميتريا نهز بنادم من حذية نجيبه في الحم يخاف من خيالي حضر شنو ديالي نطلع لك نوز اطابين تسليمها سيدي رفقي اطابين تسليم راني عندك اطال بسبب لفقيه مكتب حياتي راني معذب بسبب الامرا الى انت تقي وراك حافظ الحكاية حرج جنيه بلا زين راني في حضرة والله تعيا ما طير وما عندك ما تير عندي رفقي من صغير ويشد I'm
شفتوا معنا مشاهدينا الكرام، اذا كان هذا نغم مغربي ترجم كما شفت يا عمر طقوس السحر، طريقه ممارسه السحر وكيفاش راح تسحر راجلها وقعدت صوتي من المجمار لل اعوذ بالله، يعني امور غريبه كتقوم بها، ولو اني انا قعدت شارد مع كيفاش كانت تصوتي ربما صوتي يعني بلعجز تعاود تولي فعلا. اذا نعم نقول للمشاهدين الكرام انه مع الاسف لحقنا الى ختام هذا شوية المخرج نعم 5 دقائق مع الاسف شتو نحبوكم بزاف ونتوحشكم بزاف مشاهدينا الكرام بالخف الوقت يجوز يجري، دونك نضرب لكم موعد الاسبوع القادم ان شاء الله موضوع جديد نتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. تفضل قبل ما تختمي يا نجيه ولو سمح لنا المخرج يعطينا 2 دقائق فقط كلمه ربما نختم بها هاد الامور كربما كلمتين او 2 او 3 نوجههم للناس هذو اللي يروحوا للسحارين والسحارين في حد ذاتهم. انا فقط نقول لهم كلمتين، خلي ربما ايمانك بربي قوي، خلي علاقتك بربي قويه، الانسان المؤمن، الانسان اللي خاف ربي، الانسان اللي على باله باللي رانا طالعين لدار الاخره وين نتحاسبوا على كلش، انا جو بونس با راح يقدر يدينا لهاد الامور وان شاء الله ربي يسترنا منهم ويستر جميع امه محمد كما يقول عمر. نعم اذا شكرا لك نجيه رفقتني في تنشيط هذا العدد من برنامج اهدر، بقى لي غنقول لكم مشاهدينا الاكارم اخطيكم السحارين اخطيكم المشعوذين وقويوا الصله والثقه بالرب سبحانه عز وجل ولن يصيبك الا ما كتبه الله لك، يعني في حاجه في الشر ولا في الخير الكاتبه من عند ربي. اذا بقى لي غير نقول لكم ليكيب تكنيك بارك الله فيكم اللي رافقونا في هذه السهره احلى وامتع لحظات مع باقي برامج قناه الحياه الجزائريه، الى اللقاء.